يعطيكم العافية. بدنا نبلش حل بالإكسترا إكسرسايز 4. عم بقلب البارت 1. Arrange by calculation the following numbers in the ascending order. عنا هول 3 number ونحن بدنا نعمل لهم arrangement in ascending order. In ascending order يعني من الصغير للكبير بشكل تصاعدي. مثل ما شايفين انه عندنا اثنين نمبر فيهم راديكال وعندنا واحد انتيجر. شو بعمل؟ اول شيء النمبر اللي فيهم راديكال في ارفعهم سكوير او في ارفع الثلاثه نمبر سكوير بما انهم ثلاثتهم بوزيتيف. هذا عندي اياه بوزيتيف، هذا عندي اياه بوزيتيف، وهذا عندي اياه بوزيتيف. اصغر نمبر بس ارفعهم سكوير بكون هو يعني اصغر نمبر سكوير بكون هو فعليا اصغر نمبر. اوكي؟ بينما لو يكونوا نيجاتيف كان اصغر نمبر بس ارفع سكوير بكون هو الجريتست نمبر اكبر نمبر. حبلش بال 5 راديكال 2 ارفع سكوير. هي عباره عن 5 سكوير تايمز راديكال 2 سكوير تطلع 25 تايمز 2 لانه راديكال 2 سكوير هي 2 بتطلع 100. بنرجع 4 راديكال 3 ما نرفع سكوير هي عباره عن 4 سكوير تايمز راديكال 3 سكوير يعني 16 times 3 لأنه radical 3 square هي عبارة عن 3. 16 times 3 بتطلع 48 equal to 48. 7 راح نرفعها كمان square لأنه إذا رفعت واحد من النمبر المفروض رفعهم كلهم square لحتى أقدر أعملهم compare. 7 square هي 49 يعني هي 7 times 7. هلأ بعملهم arrangement. مثل ما ملاحظين انه ال 100 او اصغر نمبر هو ال 48. عندي 48 smaller than 49 smaller than 100. يعني بيجي هلا ال 48 شو كانت بالاساس؟ هي 4 radical 3. therefore او then 4 radical 3 بيرجع عندي ال 49 يعني ال 7 بيرجع عندي ال 5 راديكال 2 او ال 100 اللي هي 5 راديكال 2 بهيدا الشكل. مثل ما قلت لانه كلهم بوزيتيف نمبر فبقدر انا خليهم بنفس الاوردر، بينما لو انه نيجاتيف نمبر بدي اقلب الاوردر. يعني اصغر نمبر بصير اكبر نمبر، يعني اصغر نمبر سكوير بصير اكبر نمبر اذا كانوا نيجاتيف نمبر. البارت 2 لنشوف شو عم بيقول لنا بالبارت 2. عم بيقول لي deduce a simplest form of each of the numbers x y and z knowing that اعطيني الاكس قد ايه الواي قد ايه والسي والزد قد ايه. هنبلش بالاكس بدنا نجيب لها simplest form نكتبها بشكل simplest اللي هي part a x equal to radical 7 minus 4 radical 3 كلها to the power 2. منبلش 7 minus 4 radical 3 to the power 2. المفروض انا بما انه الفاكتور كله to the power 2 بدي روح شوف مين ال greater than ال 7 ولا ال 4 radical 3. لا بدي شوف هيك لانه المفروض النمبر اللي يظهر من تحت ال radical يكون positive. بشوف 7 minus 4 radical 3 شو بتعطيني او على الالة حاسبة بشوف ال 4 radical 3 قديش الانسر اللي لها بتطلع 6.9 9 2 8 2. الكونكلوجن اللي بتطلع معين انه 7 اكبر من ال 4 راديكال 3 فانا بقدر اظهرهم من تحت الراديكال بما انه قلنا انه الفاكتور كله تو ذا باور 2 بقدر اظهرها 7 ماينس 4 راديكال 3. بعد هيدا الشكل ما بقدر اعمل سمبليفاي. هون عند الراديكال 3 ما بقدر اظهر منها شيء. ال 7 minus 4 radical 3 ما بقدر اعمل لهم subtraction لانه هاي فيها radical. البي هي y equal to radical 7 minus 5 radical 2 to the power 2. اوكي كمان هون الفاكتور كله to the power 2 يعني انا بقدر اظهره من تحت الراديكال بس بدي اظهره بشكل
انه هيدا الانسر اللي لها للسبتراكشن اللي جوا يكون بوزيتيف. بشوف هلا ال5 راديكال 2، ال7 معروف في 7، 5 راديكال 2 اذا كان سمولر ذان 7 يعني عم نقص رقم كبير من رقم صغير بتظهر مثل ما هي، بينما اذا كانت ال5 راديكال 2 اكبر من ال7 فانا مضطر اقلب ونحط للرقم الكبير ناقص الرقم الصغير لحتى يطلع الانسر اللي لهم في حال نقصناهم يطلع بوزيتيف. لانه برجع وبذكر انه النمبر اللي بده يظهر من تحت الراديكال او بده يكون تحت الراديكال بده يكون بوزيتيف. 5 راديكال 2، 5 راديكال 2 فينا نستخدم الحاسبه. وفي اعمل شغله تانية انه انا هاي ال5 راديكال 2 اخذها على جنب ارفع سكوير وارفع 7 تو ذا باور 2 شوف اي الاكبر. هلا يعني اعمل لهم كومبير مثل ما اشتغلنا فوق. هلا نحن مثل ما ملاحظين انه ال5 راديكال 2 تو ذا باور 2 حاسبينها 5 راديكال 2 تو ذا باور 2 هي 100، بينما ال7 تو ذا باور 2 في استعين بالبارت اللي قبل، حتى بقبل باول وحده في استعين بالبارت اللي قبل، لانه ال7 طلع عندي 7 سكوير هي 49 وال4 راديكال 3 سكوير طلعت 48. يعني طلع عندي انه ال4 راديكال 3 من خلال هاي الكومبير انه ال7 هي اكبر من ال4 راديكال 3، فهيدا بتظهر مثل ما هي. هلا بيجي 7 ماينس 5 راديكال 2، هاي 7 وهاي 5 راديكال 2، ال5 راديكال 2 اكبر من ال7. يعني انا اذا نقصت جيت عملت سبتراكشن لل7 ماينس 5 راديكال 2 الجواب بيطلع هون نيجاتيف. فعشان هيك نحن لحتى تظهر من تحت الراديكال رح نطير الباور 2 المفروض تظهر بوزيتيف. فشو بعمل؟ بقلبهم بتظهر 5 راديكال 2 ماينس 7. هلا هيدا الجواب بصير بوزيتيف. استعنا بالبارت 1. طيب السي هيك بكون خلصت لانه ما بقدر اعملها سمبليفاي اكثر. عندي 4 راديكال 3 زد ايكوال راديكال لل4 راديكال 3 ماينس 5 راديكال 2 كلها تو ذا باور 2. نشتغل فيها هلا ايكوال 2 بدي اظهرها من تحت الراديكال. هلا بقدر انا اظهرها من تحت الراديكال كونه الفاكتور كله تو ذا باور 2 مثل ما اشتغلنا قبل. هلا بدي اعمل كومبير لل4 راديكال 3 ولا ال5 راديكال 2. المفروض انا لتظهر مثل ما هي ال4 راديكال 3 يكون اكبر من ال5 راديكال 2. اما اذا كانت ال5 راديكال 2 اكبر من ال4 راديكال 3 يعني مثل الخطوات اللي اشتغلناهم بالبي والاي، المفروض شو اعمل؟ تظهر اقلبها لحتى يصير الانسر اللي لها بوزيتيف. بيجي لهون على كنا مشتغلين. طيب ال4 راديكال 3 اصغر من ال7، ال5 راديكال 2 اكبر من ال7، فاجبار ال4 راديكال 3 تطلع اصغر من ال5 راديكال 2، فصار عندي هاي اكبر من اول وحده. يعني اذا جينا نقصناهم كاثنين نمبر عم نقص نمبر صغير ناقص نمبر كبير بده يطلع عندي الانسر اللي له نيجاتيف. فعشان هيك بقلبهم لحتى اقدر اظهرهم او بظهرهم من تحت الراديكال، يعني بشيل السكوير مع الراديكال بس بظهرهم بشكل مقلوب لحتى يطلع الانسر بوزيتيف. هاي البارت 2. هلا بدنا نشتغل البارت 3. خلينا نشوف شو طالب منا بالبارت 3. بالبارت 3 اي عم بيقول لي كالكوليت minus 3 radical 7 to the power 2 minus 8 to the power 2 and minus 3 radical 6 كلها to the power 2. خلينا هي بالبارت A ما نعملهم calculation. بارت A رح أول شي نعمل calculation لل minus 3 radical 7 كلها to the power 2. minus 3 radical 7 to the power 2 هي عبارة عن minus 3 to the power 2 times radical 7 to the power 2 equal to minus 3 to the power 2. أول شيء الماينس راح تطير لأنه عندي الباور إيفن 2، يعني minus 3 times minus 3 بيطلع عندي 9 times radical 7 to the power 2. radical راح تروح مع الباور 2 بيبقى عندي 7، يعني 9 times 7 تطلع 63. هاي الـ A هاي أول وحدة. تاني وحدة نعملها calculation هي minus 8 to the power 2. كمان بما انه الباور ايفن يعني كانه عندي minus 8 times minus 8 minus times minus بتعطيني plus، بصير في عندي 8 times 8. 8 times 8 هي 64. هلا ثالث وحده عم بيقول لي اعمل لها calculation هي minus 3 radical 6. هاي اول وحده، هاي الثانيه، هاي الثالثه to the power 2.
نفس الطريقة اللي اشتغلناها هون، انه ماينس 3 سكوير وراديكال 6 سكوير، ماينس 3 تو ذا باور 2 هي ماينس 3 تايمز ماينس 3، ما راح افصلها، راح انتجرن نحط الانسر، تطلع 9 الماينس 3 تو ذا باور 2، لانه ماينس 3 تايمز ماينس 3 ماينس بماينس بلس 3 تايمز 3 9 تايمز راديكال 6 نرفع تو ذا باور 2، بروح الباور 2 مع الراديكال بتصير 9 تايمز 6 بتطلع 54. هون بنكون حسبنا الماينس 3 راديكال 7 باور 2 ماينس 8 تو ذا باور 2 ماينس 3 راديكال 6 تو ذا باور 2. هاي البارت A، خلينا نشوف البارت B شو طالب مننا فيها. اوكي، بالبارت B عم بيقول لي copy and complete with smaller than or greater than each of the following statements. عندنا هول 3 statements وانا نكفي ب smaller than or greater than. حنكتب اول وحده، عندنا minus 3 radical 7 و minus 8. تاني وحده هذه ال i double i هي minus 8 minus 3 radical 6، triple i هي minus 3 radical 7 و minus 3 radical 6. اوكي، حنبلش بأول وحدة. نحن مثل ما انتبهنا انه هون في راديكال، هون ما عندي راديكال، بس اقدر اعمل لهم كومبيرينج مثل ما اشتغلنا بأول بارت، بدي ارفعهم تو ذا باور 2. نحن سبق ورفعناهم تو ذا باور 2 بالبارت A، طلع معنا ماينس 3 راديكال 7 تو ذا باور 2 هي 63، والماينس 8 تو ذا باور 2 هي 64. هلا ما ننتبه لشغله، ما نلاحظ انه الاثنين نمبر هني نيجاتيف. انا قلت بالنمبر النيجاتيف النمبر اللي بيرفع سكوير وبيطلع اكبر، او اللي بيطلع اصغر بكون هو النمبر الاكبر. شو معناتها؟ مثلا هون ماينس 3 راديكال 7 رفعتها سكوير طلعت 63، الماينس 8 تو ذا باور 2 او الماينس 8 باور رفعتها سكوير طلعت 64. النمبر الأكبر مثل ما ملاحظين هي 64، يعني minus 8 to the power 2. فبما أنه 64 هي النمبر الأكبر وهن اثنيناتهم نيجاتيف، فبيطلع النمبر الأصغر اللي هو 63 بس ارفع سكوير هو النمبر الجريتر الأكبر. كيف يعني النمبر الأكبر؟ بيطلع minus 3 بما أنه minus 3 radical 7 هي 63 والminus 8 to the power 2 هي 64، فبيطلع عندي انه الماينس 3 راديكال 7 هي الجريتر ذان، يعني النمبر الباور اللي له او السكوير اللي له كبير بيكون هو النمبر الصغير، يعني الماينس 8 طلعت الصغير لانه الباور، ولانه ايمتى هاي بنستخدمها الا بس يكونوا نيجاتيف، اما اذا كانوا بوزيتيف الكبير بضل كبير. اوكي، بينما اذا كانوا نيجاتيف اخر تلخيص، اذا كانوا نيجاتيف اللي بيطلع كبير بصير هو الصغير بالعادي بدون سكوير، يعني النمبر السكوير له كبير بكون هو النمبر الصغير. نفس الشيء راح نشوف هون ماينس 8 ماينس 3 راديكال 6، بدي اشوف اي الجريتر اي الاكبر، فبروح برفع سكوير، رفعين سكوير نحن، هاي الماينس 8 هي 64 والماينس 3 راديكال 6 هي 54. طيب طلعت هاي سكوير هي الاصغر، يعني هي النمبر الأكبر لأنه بس رفعنا اسك سكوير طلعت الصغيرة، فتطلع هي النمبر الأكبر، يعني minus 3 radical 6 greater than minus 8. هلأ minus 3 radical 7 minus 3 radical 6 كمان بنشوف السكوير اللي لهم، هاي هي minus 3 radical 6 هي 54، minus 3 radical 7 هي 63، ال 54 أصغر من ال 63، فبيطلع عند ال minus 3 radical 6 هي أكبر من ال minus 3 radical 7، يعني بالعكس اللي بيكون عندها سكوير أصغر، برجع بعيد، اللي بيكون في عندها سكوير أصغر بيكون هي النمبر الأكبر، بس يكون الاثنين نمبر نيجاتيف، يعني ال 54 اللي هي minus 3 radical 6 بتطلع النمبر الأكبر. هيدا الاكسترا اكزرسايز 4.